مشاهدينا خلينا نروح دلوقتي مع حضراتكم ونتابع اهم الاخبار والاحداث اللي هتحصل النهارده باذن الله. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهيتم افتتاح فعاليات الدورة الـ 12 من معرض فيصل الرمضاني للكتاب اللي بتستمر حتى 26 رمضان الجاري، وبيمثل معرض فيصل الرمضاني للكتاب أحد أهم الفعاليات اللي بيتم تنظيمها خلال شهر رمضان المبارك للوصول بالخدمات الثقافية لشرائح وأعمار مختلفة من الجمهور بشكل عام، ولأبناء وأهالي منطقة فيصل والهرم والأحياء المجاورة لها بشكل خاص، كما يأتي في إطار تنفيذ خطط الحكومة لتحقيق العدالة الثقافية. النهاردة هتنظم دار الأوبرا المصرية أمسية بعنوان تترات دراما رمضان لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر، وده في 9:30 مساء على المسرح الكبير. بيتضمن البرنامج مجموعة من أشهر تترات الأعمال الدرامية اللي عرضت خلال الشهر المعظم وارتبطت بذكريات عدة أجيال، منها المال والبنون، المقدمة والنهاية، وإمام الدعاء، والوالدة باشا، وليالي الحلمية، وهوانم جاردن سيتي، والعائلة، ومشاعر، وقضية رأي عام. النهاردة تنطلق الليلة 11 من النسخة الثامنة لبرنامج هل هلالك اللي بينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، وده في الساعة 8:30 مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون. وبيشارك البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بمجموعة من الفقرات الفنية المميزة للفرقة القومية للفنون الشعبية، بالإضافة لباقة متنوعة من فقرات السيرك القومي اللي بيحبها كل أفراد الأسرة.